السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه فقط اسأل ليلى، جاست اسك ليلى. ليلى دي مرشدة سياحية، فهنيجي نسألها دلوقتي ما أفضل الأماكن السياحية في مصر. خلي بالك إن أنا اتعمدت إن أنا أسألها بالعربي عشان اشوفها هتفهم اللغة التانية ولا هي مبرمجة على الانجليزي بس. على فكرة انت نفس السؤال ده ممكن تسأله لشات جي بي تي وتحصل برضو على نتيجة كويسة، لكن هنا بتكون متخصصة شوية، يعني في نوع من انواع الذكاء الاصطناعي اللي هو بياخد الذكاء الاصطناعي العام ويخصصه في الاجابة. تمام، فهو جاب لي بعض الاماكن السياحية. لو انت عايز تزور الاماكن السياحية في اي بلد ممكن يكفيك يوم يومين ثلاثة، انما مصر يعني مضغوطة جدا شهرين ثلاثة. طيب خلينا مثلا، بيقول لك عايز تبدأ بالتاريخ والاهرامات ولا بتفضل الغطس في البحر الاحمر؟ اريد زيارة اهم المعالم السياحية. طبعا انا مش عاجبني الستايل اللي مبني بيه الجامع دوت، وده رأي شخصي. عايز تزور في قد ايه؟ اقول لها مثلا اسبوعين. طبعا دي اماكن كويسة في مصر، اتمنى الناس تزورها. نعمل دعاية لبلدنا. تمام، فهو عمل لي اهوت خطة 14 يوم تزور فيها اجمل الاماكن السياحية اللي موجودة. ده عمل سيرش وجاب لي اللينك دوت، لكن هو هيبدأ يكتب لي شوية حاجات. تعالى ما يكتب بقى، انا اكتب له اقول له ايه ما افضل. قلت له اهم الاماكن السياحية الدينية، فقال لي جامع الازهر. مش بس الجامع ده، من اقدم الجامعات والكنيسة المعلقة. انا زرت جامع الازهر والكنيسة المعلقة ومسجد محمد علي والمعبد اليهودي ابن عزرا، زرتهم كلهم. تمام، خلينا نسأله برضو. بيقول لك عايز اي معالم سياحة، يعني انهي النقطة اللي انت عايز تقدر تقول له مثلا ايه. طيب اريد اهم المطاعم التي لا يزيد سعر الوجبة عن 20 ايه ده، ممكن يشتم عن 1000 جنيه مثلا. تمام، بدأ يجاوب على الأسئلة اللي أنا سألتها. الجميل ان هو بيقول لك سعر الطيران مثلا، درجة الحرارة، البادجت اللي تقدر تقول له عايز بادجت كام يوم، فيبدأ ان هو يظبط لك الحاجة دي في اي مدينة. خلينا نروح اسكندرية عشان نزور اصدقائنا هناك. تمام، هو عارف ان انا موجود في الدوحة، فقال لي من الدوحة للقاهرة هيكلفك كام جنيه استرليني والطيران قد ايه وكل حاجة. بل بعد انا رحت فيه وهكذا. حضرموت اكلته كتير في اماكن كتير بس مش اسكندرية. فتقدر انت تحصل على معلومات كويسة جدا من جاست اسك ليلى دوت، ويساعدك في تنظيم الرحلة بتاعتك. يعني خلينا نسأله، أريد عمل العمرة ونشوف هيفهم النقطة ولا لأ. أريد عمل عمرة، إلى أين أذهب؟ أكيد مكة طبعا يعني.
طيب، ما أهم المساجد على مستوى العالم وفي أي دولة؟ انت مش بتسأل جوجل فيعمل لك سيرش، انت بتسأل ذكاء صناعي فبيجيب لك المعلومة اللي انت عايزها، كأنك بتسأل حد متخصص. متخصص، تمام. انا الصورة دي المسجد الحرام، مكة، وهيبدأ بقى المسجد النبوي وهكذا. طيب خلينا نسأل سؤال تاني، احنا عايزين مثلا ايه؟ بيوت الأشباح مثلا، أريد زيارة بيوت الأشباح، ما أشهر زيارة بيوت أشباح، إلى أين أذهب؟ فأنت عندك يعني يخطط لك، يعمل لك خطة ايه احسن الاماكن اللي ممكن تزورها في كل بلد، عايز تروح افضل المطاعم، عايز تشوف اي فنادق، وهي برضو يجيب لك روابط بحيث تقدر تحجز الفنادق. ودي قوة الذكاء الاصطناعي، ان كأنك بتسأل حد خبير في موضوع معين، لان لو قعدت مع حد متخصص في السياحة هيديني أجوبة بالشكل الجميل دوت، تمام. لو بتدور على الإثارة والمغامرة في بيوت الأشباح هيبقى فيه اختيارات، المفروض يحط، بس هوش يحط البارون في مصر يعني، لأن كان عليه إشاعات كتيرة، البيوت المسكونة في البندقية إيطاليا، وقلعة دراكولا في رومانيا، بيت وينشستر الغامض في الولايات المتحدة، وهكذا. تقدر تسأله مثلا، معي $1000 وأريد زيارة جزيرة، ما الجزر التي ترشحها؟ يعني أنا الميزانية بتاعتي كذا، وممكن تقول مثلا شهر العسل أو شهر البصل زي ما أنت عايز، فهو يقترح عليك الأماكن اللي أنت ممكن تزورها بالميزانية اللي موجودة، تمام. بقى رشح له شوية جزر ويبدأ يشرح لكل واحد فيهم إيه المزايا بتاعتها. بلو شفت الفيديوهات، كل جزيرة فيها ليها سحر غامض، في جزيرة يونانية، في مدوفري بالمالديف، تمام. ف يعني ما شاء الله ليلى دي شكلها خبيرة في السياحة يعني، فتقدر تكون مرشدة سياحية شاطرة. زائد نوحت حاطط لك بقى بعض الأسئلة، مثلا how to do a road trip in US، وجيب لك معلومات عن أهم الأماكن السياحية. يعني بشوفوا أكتر أسئلة اتسألت لليلى وحطينا في الواجهة الرئيسية. فبيقول لك لازم تقول لي انت موجود فين عشان اقول لك انسب طريقة تروح بيها المكان التاني ايه. وموجود حتى على الموبايل جوجل بلاي او اب ستور. اتمنى يعجبكم الموقع.